المشاهير المعزومين لحفلة خطوبة نريم بيوتي ورامي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. انتشرت عدة مقاطع مؤخرا عن المشاهير اللي راح يكونوا متواجدين في حفلة نيرين ورامي، وتضمنت هذه القائمة أسامة مروة، روان ريان، بيسان إسماعيل، يار عزيز، لانا ولينا محمد، رغدة كيومجيان. ويذكر أن الجميلة نيرين ميتي أعلنت أن الحفلة راح تكون بتاريخ 17 من هذا الشهر، أي بعد بكرة، والجمهور متحمس ليشوف إطلالة العرسان والمشاهير ويشارك الفرحة مع نيرين ورامي. ويذكر أيضا أن عائلة العروس نيرين بيوتي كلها حاليا متواجدة بدبي، عم تستعد لهذا الحدث الجميل. كون اليوم شوفي اليوم طلبت ايدي، قلت لهم قلت لهم طب يلا معلش بأكد لكم عشان اذا ما سمعتوا اول مرة. هلا الساعة 5 وعلى الساعة 8 جايين اهل لرامي يطلبوا ايدي، وان شاء الله ان شاء الله اهلي يعطوا يعني. كيفكم؟ شو الاخبار؟ بعرف اختفيت عنكم يومين، بس صدقوني كنا كتير معجوقين بالتجهيزات وبالتحضيرات. للناس اللي ما بتعرف، والله كلكم بتعرفوا وعم تحضروا هالستوري لانه بتعرفوا. خطبت من والله شهر ونص شهرين، وشاركناكم بالخبر من كم يوم، واليوم هي طلبت ايدي. اليوم عنا يوم كتير طويل، بدنا نتجهز ونظبط امورنا، وهلا قاعده عم بتغذى. هون في عندي حليب وموزه وباودر اللي هي فيها البروتين والمكملات الغذائيه لحتى اسمن. الحمد لله عم بسمن. شو بدك؟ شو بده حبيبي؟